الظاهر ان الحكومه بعد ما مصت دم الشعب في رفع الاسعار ونحلت وبره، والحقيقه من كتر ما هي كل يوم بتصب في مصلحه المواطن شويه في اسعار البنزين وتصب شويه في اسعار السلع والخدمات وشغاله بيع في كل حته، جه الدور على القطاع الصحي عشان تقول المواطن بصراحه مالكش علاج عندنا. اللي حصل يا حضرات ان الحكومه الموقره وافقت على قانون يمنح المستثمرين المصريين والاجانب برضو مفيش مشكله، يعني حق اداره مستشفيات الناس الغلابه. اي أيوة والله زي بقول لك كده، مش بس المستشفيات والوحدات الصحيه في القرى ووحدات طب الاسره وكل ده هيبقى متخصخص. يعني ايه متخصخص؟ يعني كل شيء بفلوس. هو قال لك انا ما اعرفش ابو بلاش، يعني حكومه السيسي ما كفاهاش ان الامارات والسعوديه استحوذوا على القطاع الصحي او الطبي في مصر، لا بتكمل بقى على النخاله اللي باقي، رغم ان الامارات والسعوديه احتكروا فعلا قطاعات طبيه كبيره في مصر. طب هل باقي المصريين باقي لهم ايه غير المستشفيات الحكوميه السيئه اللي معروف ان الخدمه فيها رديئه جدا والحكومه سابتها على حالها؟ لا ده البي وزير الصحه خالد عبد الغفار طلع بقرار من حوالي شهرين يزيد اسعار تذكره المستشفيات دي الكشف، يعني يروح رافع بقى مع ده اسعار الدواء. ويا ريت هم بيرفعوا اسعار الدواء موفرين الناس، ده المصيبه ان معظم الادويه اللي اترفعت دي الناس مش لاقيها في الصيدليات. باختصار يا حضرات، السيسي قالها زمان وبينفذها دلوقتي، انا ما عنديش حاجه ببلاش. النهارده الرساله وصلت بيقول للشعب ملكوش عندي علاج. السؤال بقى للجماعه بتوع حملات بلاها لحمه بلاها سمك بلاها فراخ، اخباركم ايه؟ نعمل ايه في المستشفيات؟ ما تيجي نعمل حمله بلاها مستشفيات، ايه رايكم؟ ولا دي صعبه شويه عليكم؟ مش الحاجات اللي بتغلى ما تشتروهاش؟ خلاص المستشفى غلي ما تروحوش.